هنا عندنا العلبة هي كفخامة اللون الأسود أنا تعجبني جدا يعني. هنا أنا عندنا الوود جي جي وود جي جي، منو قال هذا؟ دائما تكتمل بارتداء الساعة، فكيف إذا كانت ساعة صحية موجهة من شركة هواوي في وات جي تي 2؟ هي واحدة من الساعات اللي بصراحة انتظرتها شخصيا حتى استخدمها استخدام خاص وأشوف المميزات بعد ما شفتها بالمؤتمر الخاص بشركة هواوي نفسها. فهنا عندنا العلبة هي كفخامة اللون الأسود أنا تعجبني جدا يعني. فهنا عندنا بالمقدمة على العلبة هو وات جي تي 2 عندنا 46 ملم موجود مع شعار الهواوي زائد شكل الساعة اللي موجود. أما الجوانب اللي موجودة ما بيها أي شيء، عندنا خلف العلبة نفسها هنا عندنا فقط اسم الساعة زائد إنه اللون اللي ممكن يكون موجود عليه. فهنا عندي أنا البلاك هو السيد الألوان. حاليا احنا وياكم راح نقوم بفتح العلبة الخاصة بالساعة. واو، شيء جميل انه انت تشوف ساعة بهذا الشكل. بصراحة يعني الكاميرا ممكن تنقل لكم الشكل اللي موجود، لكنه ما تنقل لكم الفخامة اللي تشوفها العين، وما تنقل لكم فخامة المسكة نفسها. فهنا عندنا مبدئيا الساعة موجودة بالعلبة، زائد انه ممكن يكون فقط تشارج موجود، كابل الشحن زائد قاعدة للشحن موجودة فقط، بما انه انا لقيت عليها نظرة قبل لا اصورها نفسها. من الشغلات اللي ممكن اركز عليها بداية مع هذه الساعة نفسها انه هنا عندنا السير اللي ممكن نسميه او سوار اللي هو المسك نفسه. هنا هذا السوار هو قابل للازالة مع التبديل، اكيد بالمتاجر الخاصة بشركة هواوي راح نشوف انه احنا موجودة عدة سوارات من هذا، ممكن انه احنا نستخدمه بالوان متعددة اكيد، وهذا الشيء اللي يكون البعض المستخدمين فد شيء اضافي وفد شيء جميل جدا. نظرة ممكن القيها على التصميم نفسه الخاص بالساعة، راح اشوف انه الحجم مالته حجم جدا مناسب عكس الساعات اللي انه احنا شاهدناها او اللي احنا شفناها من بقية الشركات اللي ممكن تكون مبالغة من ناحية الحجم نفسه. فاشوف انه الحجم جدا جميل، زائد انه الفلات او السمك مالتها سمك جدا مرضي اشوفه، زائد انه احنا عندنا زرين موجودة بالجهة اليمنى للساعة نفسها، بالجهة اليسرى مو موجود اي شيء، بالخلف عندنا موجود ممكن تكون هي حساسات او سنسر لقراءة نبضات القلب وقراءة ضغط الدم وغيره، زائد انه عندنا ملامس للشحن وكقاعدة ممكن انه احنا نسميه. فهذا مجرد للتصميم فقط، زائد انه الواجهة كلها عبارة عن شاشة. عندنا زرين موجودة بالجنب، هذا الزرين الاعلى هو ممكن يكون زر الامر نفسه، زائد الزر اللي موجود بالاسفل هو زر ايقاف وتشغيل، بنفس الوقت ممكن يكون تخصص مثل زر البيكس بي اللي موجود بالهواتف. هذه الساعة انا جربتها لمدة يوم كامل وشفت مدى راحتها باليد عد ما تلبسها لفترة طويلة ما تحس انه بثقل، زائد انه الاستخدام كان استخدام جدا مميز. الشحن اللي موجود هنا أنا بحكم انه البطاريه اللي موجوده هي 420 ملي ام، فشركه هواوي بالبدايه تقول انه هذه الساعه قادره على العمل معك لمده 7 ايام. فعاليه البطاريه اللي موجوده هنا 420 ملي ام. كابلكيشن وتطبيقات ممكن موجوده على هذه الساعه نفسها اللي شهدناها واللي شفناها انه بها قارئ نبضات القلب، بها تتبع للحركة، تتبع للسباحة بما أنه هي مقاومة للماء بالمعيار IP68. من الشغلات اللي عجبتني بصراحة اللانشرات اللي موجودة على الشاشة نفسها، واللي أنت تقدر تختار أي لانشر يناسبك أو يناسب ارتدائك للملابس أو غيره، وهذا الشيء ممكن يكون أتيكيت فشي جدا جميل، لكنه أنا بصراحة عجبتني هذا اللانشر اللي موجود. الشاشة واستجابة لللمس كانت شاشة جدا مميزة، تحت أشعة الشمس كانت جدا جميلة، وهذا الشغلات من الشغلات اللي أنا كنت متخوف من عدها بصراحة، زائد انه هنا جاء بها منفذ للصوت موجود باسفل الساعة نفسها، واللي يمكنك من انه انت اجراء المكالمة من خلال الساعة نفسها حد ما تربطها على الجهاز، تتلقى مكالمات او ممكن انه انت تقرأ اشعارات موجودة او ممكن التنبيه هنا صار شيء جميل جدا. بصراحة المنبه اللي موجود عليها انطاني فعالية افضل من الهاتف بحكم انه اكو هزاز راح يكون هو قريب على الايد نفسه، زائد انه الصوت اللي موجود
تصدر فد صوت جدا جميل انه تدريجيا تصعيد راح يكون. فبالنهاية انه واحدة من الميزات اللي بصراحة ظهرتني كان شيء موجود على الساعة هذا الزر، مثل ما ذكرت لكم انه زر ممكن انه انت تخصصه، عندما تسحب من الاسفل للاعلى راح نشوف انه هي تنطينا الاشعارات نفسها موجودة كتلقي مكالمات او ممكن تقرأ الرسائل اللي موجودة كرسائل واتساب تليجرام او رسائل السيم كارت نفسها بتخصصك انت من ناحية تطبيق الصحة اللي موجود على أجهزة هواوي نفسه، تقدر تخصص أنه أنت أي إشعارات ممكن تتلقاها. وهذا شيء جميل أنه هي تدعم اللغة العربية بشكل جدا جميل وواسع بدون أي تكسر بالحروف. فنشوف أنه إحنا هنا اللغة العربية مدعومة بشكل جدا جميل، عندما تسحب من الأعلى إلى أسفل راح نشوف اختصارات من ضمنها أنه أنت تقدر تخلي الشاشة أونلاين مشتغلة زائد وضع الليلي الاهتزاز أو العثور على الهاتف، بما أنه هي بيها التطبيق من خلالها تقدر أنه أنت إذا ضاع الهاتف تكبس كبسة واحدة الهاتف راح يصدر صوت وتندى المكانة، والعكس صحيح ممكن من الهاتف تجد الساعة نفسها إذا فقدتها. الضبط هنا عندنا أكيد عندنا ضبط الشاشة تقدر من خلاله أنه أنت تأخذ اللانشرات اللي موجودة أو السطوع أو إعدادات متقدمة تسحب من الجهة اليسرى للساعة نفسها راح تنطينا رجوع، أو من الجهة اليمنى ممكن هو يقدم لنا الخيار نفسه. هنا الزر السفلي اللي من خلاله تقدر أنه أنت تسوي تخصص ككبسة واحدة ممكن هو يفتح لك تطبيق معين أو يفتح لك إشعارات أو يفتح لك منبه أو ممكن يرد على المكالمة نفسها، وهذا شيء جدا جميل. الشاشة هي بوضعية الأوفلاين، كبسة زر واحدة ممكن يكون هو ليد فيكون فد إضاءة جدا جميلة، أنا جربت عندما يكون الجو مظلم. أنا عندنا أبليكيشن من خلال أنه إحنا نقدر نشغل موسيقى أو نقوم بتبديل أو إيقاف، أو ممكن نفعل خاصية الاستماع من خلال الساعة أو الاستماع من خلال الهاتف، بما أنه هذه الساعة تحتوي على منفذ للصوت نفسه، فبالتالي نشوفها حركة جدا جميلة. زائد آخر تطبيق ممكن موجود عندنا هنا هو تطبيق الطقس اللي ممكن يدعمه لك بشكل جدا كبير، اللي من خلاله تقدر انه انت تتعرف على الطقس بدون الرجوع للهاتف. وشوف انه هذه الساعة تنطينا استخدام سمبل، يعني فس شيء بسيط يغنيك عن استخدام الهاتف بكل وقت، يعني انت تقدر تحمل معاك الساعة والهاتف ممكن يكون بالجيب او مكان ممكن يكون شوي بعيد عنك، فبالتالي انه انت راح تقدر تستخدم كشغلات خفيفة او كشغلات مختصرة عن الهاتف. في النهاية اتمنى انه نكون غطينا حلقة الساعة بشكل واسع وعرفناكم عليها، ونلتقي بحلقات قادمة. الى ذلك الحين في امان الله.